إلى أين قرأنا في الكتاب؟ إلى أين قرأنا في الكتاب؟ ماذا بدأ؟ رقم الصفحة 21. رقم الصفحة 21. رقم الصفحة 21. رقم الصفحة. رددوا معي. رقم الصفحة 21. نعم. أين محمد؟ أجيبوا. أين محمد؟ وفي الغرفة. أين ياسر؟ وفي الحمام. ما شاء الله. وأين آمنة؟ هي في الغرفة. ما شاء الله. أين الكتاب؟ لا هو على المكتب. نعم أحسنت. أين الساعة؟ هي على السرير. أحسنت يا آسيا ما شاء الله، هي على السرير. أين الكتاب؟ يا عبد الرحمن أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ أين؟ Where is the book؟ الكتاب على الطاولة. الكتاب على الطاولة. الكتاب على الطاولة. مفهوم؟ نعم. طاولة بنت. بس. بنت. شكرا. نعم. اقرأ وقت رقم الصفحة 22. رقم الصفحة 22. 22.